دعواتكم. يا حبيبي لك الزين ده لازم لك شغل. ما حنيت السفر لسعد؟ ها كثير ها؟ كثير ودك تسافر صح؟ اول مشروع في بال سعد بعد البرنامج وش بيسوي؟ ايش كمل كمل. ايش فيك طيب وقفت؟ بنت في اصابه هناك، في واحد هناك طايح. ها؟ دقيقة فيك شيء يا ابوي؟ يا الحبيب فيك شيء؟ ايش فيه؟ ها؟ ها؟ سلامات. مستشفى. لا تدخل مستشفى. لا تدخل مستشفى؟ الدم ذا لا اله الا الله. ايش تقول دقيقة؟ من اللي هجم؟ الاسد. شوفوا في اسد؟ هجم على ها؟ هذا واحد من ربعنا ترى. كل ما كل ما شفت ما تلف كل ما تصبح. ما دريت شفت ايش صار؟ تكفى طلع 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 اللي عندك سواليف. ما دريت ها؟ تكفى طلع طلع طلع. تساعد يخاف انك قاعد فيك شيء. اجيب لك مويه شيء؟ اجيب لك مويه؟ ها؟ عادي اليف ها؟ ساعه ساعه تمشي اليف؟ اليف ها؟ ما شكله خايف مني. ليش تدخل علي؟ لا ابوي ذا ايش اللي اليف هذا بيطمر علي. ساعد ساعد نادى احمد قلت له انا ما فيك فيك شيء اجل فيك شيء ما يبغى فيك شيء انت مخلوق وقاعد هنا. ساعد 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 الدنيا مليانه في مصح ابن العالم ذا هنا جرجرهم بس ساعد خذ البرنامج دقيقه هذا بكلمك شباب احمد عبد الله دق على سعد بالله دق على سعد في اصابه هنا. سعد حبيبي سلك لي احمد جاي في الطريق والمستوصف اللي هنا. سعد انت نومني ايه؟ الحمد لله. سالتك سؤال في البدايه قلت وش مشروع سعد بعد البرنامج؟ مشاريع واجد اهمها المنتج اللي سوقته ان شاء الله انه شاي سعد باذن الله ينزل في السوق ما شاء الله. المشاريع اللي وعدتها ان شاء الله كلها بنفذها باذن الله. ما شفت حالك سعد ها؟ الحمد لله الحمد لله.